انا اميمه المحزي ممثله كنت عندي تجارب سابقه في المسرح كنت اول مسرحيه ليا مع سنجيل مهداوي في مسرحيه شراره التجربه الثانيه كانت في مسرحيه غروب مع عبد العزيز المحزي مع علي منصور زيدا اول تجربه في التلفزه في فيلم قصيد تينا جبال وهذه بتبيع تجربة بتاعي الأولى في مسلسل رمضاني الزوجة الخامسة الغول بتاعي هو غول دعد طفلة في الـ 17 عام مازال تونسيان من طبقة راقية جدا لكن برشا ظروف برشا ضغوطات عائلية برشا مشاكل خليتها تنسيق المتاهات كما نعطيو منها حاجة صغيرة اللي هي المخدرات الممنوعات بتبيع بالطبيعة ما نأيدوش الحكاية هذوما في المسلسل نتاعنا لكن هذا هو غول دعد. يعني الغول نتاعي غول يعني خذا حظه في المسلسل من بامي لي غول برانسيبال في المسلسل خذا حظه الحمد لله. فنحب نقول أنا فرحانة برشا اللي خدمت مع مخرج كبير سي لحبيب المسلماني خدمت مع برشا عبيد كبار سوى في الاسم سوى في القدر سوى في التجربة وعاونوني برشا نحب نشكر الفريق اللي خدمت معاه الكل. وانا فرحانه برشا اللي كانت عندي الفرصه هذه ان شاء الله.